شراكة تقنية، فندخل بجزء إذا آمنا بالفكرة وآمنا بفريق العمل الموجود، وشفنا أن فعلا السوق يعني يحتاج الفكرة هذه، لأن حنا بنقضي جزء من وقتنا غير وقت التنفيذ. صح. في التطوير، في الأفكار، في التسويق، في أيضا بحث عن المستثمرين. المشاريع هذه كلها تحتاج إلى ضخ سيولات سيولة مالية عالية جدا حيث أنها تقدر تكون موجودة. والجانب التقني جانب مكلف، يعني لا يعتقد أحد أنه الجانب هذا جانب يلا بجمع لي 100,000 150,000 وبسوي لي أبليكيشن، ولا حتى بعضهم على 50,000 ولا 40,000. مو بتقليلا في المبلغ، لا أبدا، أتكلم كرؤية. إذا ما كان عندك رؤية أنه بتضخ أموال إضافية في المشروع هذا، ما راح أحد يخدمك، ما راح أحد يكون معك. ممكن اليوم معك واحد اثنين ثلاثة، لكن إذا ما في تمويل إضافي ولا خلاص، إذا وصلت النموذج العمل الواضح، لازم أنك تكبر فيه بشكل سريع عشان تقدر تأخذ حصة من السوق، ولا بتصير في نفس الدوامة.